وللحديث أكثر عن تزايد التظاهرات الغاضبة في العراق مع تردي الأوضاع المعيشية ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط السياسي علي الشعلان. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا وسهلا بك وحضرتك. أهلا بك سيد علي. يعني تظاهرات ليلية وصباحية لا تنقطع منذ أيام غضبا من سياسات الحكومة وتردي الأوضاع الخدمية. بداية، كيف تقرأ هذه التظاهرات الشعبية غير المسيسة التي تأتي بعد قمع تظاهرات ثورة تشرين؟ نعم أخي، التظاهرات مستمرة في العراق. حضرتك تشاهد في كل محافظات العراق، سواء في الحلة أو في سماوة أو في النجف الأشرف، في كل محافظات العراق هي المظاهرات مستمرة، وتشرين أيضا هذا امتداد لتشرين. حضرتك تشاهد هذه المظاهرات امتداد لتشرين، والشعب العراقي منتفض، وأعتقد بالأيام القادمة حيصير تصعيد أكثر من اللي نشوفه حاليا. يعني تزامنت تظاهرتان اثنتان لأساتذة الجامعة وسائقي منتسبي النفط في محافظة ذي قار. ما هي الرسالة المراد إيصالها للحكومة في بغداد من خروج الفئتين رفضا لسياستها؟ أخي، الرسالة اللي يراد إيصالها للحكومة في بغداد، انصاف الشعب العراقي، انصاف الشعب العراقي، توزيع الثروات بالتساوي، انصاف الشعب بالنسبة من كل الامور، يعني من ناحية التعليم، من ناحية التعيينات، من ناحية التأمين الصحي. يعني هذا اللي يريد الشعب العراقي. ليش يظاهر؟ يعني نفترض هسه لو الشعب العراقي حاصل على كل الحقوق، اكيد ما حيطلع يتظاهر. بس احنا اخي، من 2003 لحد هذا اليوم بس وعود وبس كلام، وما شفنا شيء ملموس على وجه الارض. هذا اللي دا يصير عندنا بالعراق. نعم، يعني شاهدنا ثورة تشرين ومظاهرات ثورة تشرين، كيف تعاملت معها الحكومة؟ الذين يخرجون الآن لربما يسأل سائل على ماذا يعولون؟ هل ستغير تظاهراتهم من الحال المعيشي لهم؟ أكيد أخي، أكيد. ببداية ثورة تشرين المباركة لما انطلقت، ما حد كان يتوقع هذول الشباب الأبطال في ساحة التحرير، اللي هم من الفئات الكسبة أول ما بدأت ثورة تشرين، ما حد كان يتوقع حضرتك الثورة هيك تنتشر، وبالفعل تصير ثورة صداها كبير جدا، كبير جدا في الإعلام. طبعا بالإعلام الخارجي احنا نشاهد، في الاعلام الخارجي الكثير من الدول الاوروبيه ومنها الولايات المتحده الامريكيه ايضا تناقلت هذه الاخبار. وبصراحه يعني صراحه شديده جدا، شباب العراق احدثوا انقلاب في ثوره تشرين، انقلاب كبير في ثوره تشرين. بهذه الاثناء شفنا احدى تحولات كبيره صارت، اسقاط حكومه عادل عبد المهدي وجلب حكومه الكاظمي. بالفعل هي حكومات غير شرعيه كلها، سواء من عبد المهدي الى الكاظمي، هي حكومات غير شرعيه. بس شباب ابطال التحرير وابطال الناصريه ذي قار وابطال ميسان والسماوه احدثوا تغيير وزلزال كبير في العراق. يعني ما الذي يمنع الحكومة من تحسين الواقع المعيشي للعراقيين، وخاصة أننا نتحدث هنا عن العراق وهو يعني من البلدان الغنية أو يكاد يكون أغنى البلدان في المنطقة؟ أستاذ، هذا الكلام أعتقد توجهه لهم في المنطقة الخضراء، الحكام المنطقة الخضراء توجه لهم هذا السؤال. من إجوا هم من 2003 لحد هذا اليوم، الشعب العراقي نهائيا ما شاف راحة، الثروات ما توزعت بالتساوي، الثروات على فئة محدودة، هم ال 12 13 رئيس كتلة يوميا يطلعون بشغلة، هاي الكتلة الأكبر وديك الكتلة الأصغر، هم يعلمون يقين العلم، يعلمون أنه الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر، وثورة تشرين هي الكتلة الأكبر.
فهم اجوا للسلطه للاسف، يعني كان بامكانهم، يعني كانوا في الخارج معارضين واجوا استلموا السلطه، وكان في امكانهم يعني هذه السلطه يستثمروها بطريقه صحيحه من اجل بناء عراق جديد مزدهر، ثرواته تتوزع على كل شعبه، والعراق يبقى في بلده ما يطلع خارج بلده. او احنا شفنا في 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 كثير من المناسبات في تركيا، في دول تركيا وغير تركيا، العراق يركب البحار في سبيل يوصل لاوروبا، في يقعد باوروبا هربا من القتل، من الطائفيه، من الميليشيات، من كل اشكال العنف في العراق، نعم انه تبديد ثروات العراق. العراق ثرواته تتبدد، تتوزع على مجموعه فقط، مجموعه هي اللي على سده الحكم، والشعب العراقي للاسف يتالم ويتحصر من الجوع للاسف. سيد علي، يعني الدور الذي لعبته الأحزاب بولائها لأطراف خارجية، يعني إلى أي مدى أثر في إيصال العراق لهذه الأوضاع؟ أكيد أخي، أكيد الأحزاب يعني ما عندها في شيء تخاف من عنده، يعني هم ناس ما عندهم شيء يستحون من عنده، هم دي يطلعون رؤساء الكتل ورؤساء الأحزاب يتباهون بعمالتهم للدول المحيطة بينا، يعني كل واحد يغني على ليلى، هذا يعني ولاء لهذه الدولة وهذا ولاء لهذه الدولة. وللأسف يعني اللي رايح بيها واللي دا يدفع ثمن هذا التشرذم في العراق هو الشعب العراقي. نعم، إذن الناشط السياسي علي شعلان، كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك.